السلام عليكم يا شباب، معكم مهندس عمر. ان شاء الله هنتكلم في درس من دروس دوره التيار الخفيف اللايت كارنت في 10 دقائق. النهارده موضوعنا عن الداتا سيستم. تمام، الداتا سيستم ده اغلب شغل شبكات. تمام، انما الفيرست والسكند فيكس ده عند مهندس الكهرباء، فاحنا هنتكلم عن الكومبوننت. احنا زي ما اتفقنا الدوره دي كلها بنتكلم عن الكومبوننت بس، ما بنتكلمش عن التصميم والكلام ده كله. احنا بنتكلم عن الكومبوننت بتاعت اي نظام، فهنتكلم في الكومبوننت اللي هي يعني تخصك انت كمهندس كهرباء عشان اعمال تاسيس الفيرست والسكند فيكس. تمام، نبدا كده على طول. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اول كومبوننت واهم كومبوننت عندي في الداتا الايه؟ السويتش. تمام يا شباب، السويتش ده هو العقل المدبر بتاع النظام كله. تمام يا شباب، السويتش ده فيه منه حاجتين، حاجه اسمها الكور سويتش وفي حاجه اسمها الديستريبيوتد سويتش. تمام، الكور سويتش ده اللي هو السويتش الرئيسي. تمام، اللي بيتجمع عليه كل السويتشات الفرعيه. بمعنى لو عندي مبنى كده 4 ادوار، وعندي هنا دي غرفه الداتا، دي الداتا روم اللي في الدور الارضي. الداتا روم دي بيكون فيها الكور سويتش اللي هو ده. تمام، كل دور من الادوار ده، اول ثاني ثالث رابع، ده هنا في سويتش. السويتشات دي اسمها ايه؟ السويتشات دي اسمها ديستريبيوتد سويتش، واللي في الدور الارضي ده اسمه الكور سويتش، اللي بيتجمع عليه كل حاجه واللي بيخش عليه الكابل الرئيسي اللي جاي من شركه الاتصالات. تمام، هنشوف في الاخر السنجل لاين دياجرام بتاعها عامل ازاي. تمام يا شباب، لو المبنى ما فيهوش غير سويتش واحد، ما فيش كل الكلام ده، ما فيهوش غير سويتش واحد، يبقى هو السويتش ده هو ايه؟ هو اللي اسمه الكور سويتش. تمام، لو في سويتشات فرعيه يبقى ايه؟ يبقى اسمها ديستريبيوتد سويتش، واللي في الدور الارضي او في غرفه الداتا اسمه ايه؟ اللي هو اسمه الكور سويتش. تمام، ايه المعلومات اللي عايز اعرفها عن السويتش ده؟ السويتش ده بيتعرف عن طريق عدد البورد، عدد المخارج بتاعته. تمام يا شباب، بيطلع يغذي كام حاجه؟ بيطلع يغذي مثلا كام نقطه داتا، بيغذي كام نقطه كاميرا اي بي، كام نقطه تليفون اي بي، وهكذا. تمام يا شباب، السويتش ده بيتغذى كهرباء منين؟ بيتغذى من اليو بي اس او من لوحه الطوارئ. تمام، لوحه الطوارئ اللي هي متوصله على المولد، لان السويتش ما ينفعش يفصل، عشان الداتا ما ينفعش تفصل. تمام يا شباب، معلومه ثانيه احب اعرفها عنه، ان السويتش ده بيكون فيه خاصيه اسمها بي او اي، باور اوفر ايثرنت. تمام، دي معناها ايه؟ السويتش ده مثلا لو بيغذي كاميرا، الكاميرا دي دلوقتي محتاجه مخرج كهرباء، كاميرا اي بي مثلا، اي كاميرا محتاجه مخرج كهرباء، مخرج الكهرباء ده انا كده هضطر اعمل جنب كل كاميرا مخرج كهرباء بالسلك. تمام، لو هو سويتش عادي. طب لو سويتش فيه باور اوفر ايثرنت، الكابل بتاع النت اللي خارج هيغذي الكاميرا كهرباء وداتا. تمام، مش هحتاج ان انا اعمل جنب كل كاميرا مخرج كهرباء. تمام، ده معنى الخاصيه اللي هي باور اوفر ايثرنت، دي مهمه جدا وموجوده دلوقتي في اغلب السويتشات. تمام يا شباب، يبقى هو السويتش ده عندي ايه؟ هو ده راس المنظومه بتاعي، ده اول حاجه. تاني حاجه عندي يا شباب السيرفر. السيرفر ده يا شباب، السيرفر ده منتهى البساطه كمبيوتر كبير، كمان كبير جدا وسريع جدا جدا جدا، عليه كل الداتا الموجوده على الشبكه اللي عندي. بمعنى الشبكه دي لو عندي شبكه كده عليها 5 اجهزه كمبيوتر. تمام، دي 5 اجهزه كمبيوتر، كل جهاز من دول عليه داتا. تمام، انا عامل بينهم شبكه عشان اقدر اتبادل البيانات ما بينهم. تمام، كل البيانات اللي على ال5 اجهزه دي بتكون متجمعه فين؟ متجمعه على السيرفر. تمام، السيرفر ده جهاز كمبيوتر كبير، السيرفر ده مش حاجه بتدي نت زي ما هو مشاع مثلا في الكلام بيقول لك السيرفر وقع. السيرفر وقع دي يعني الناس اللي دخلت عليه كتير جدا، ان انت لما بتروح بتشتري مثلا سيرفر من مصادر الاتصالات بتقول انا عايز سيرفر هيتحط عليه مثلا، هيشتغل عليه مثلا 20 واحد، جيت انت رحت مدخل عليه 50 واحد، فاللي بيحصل ايه؟ السيرفر بيقع زي ما انت بتسمع كده مثلا الموقع بتاع نتيجه الثانويه العامه تقول لك ايه؟ الموقع وقع. الموقع وقع ليه؟ عشان عدد المشتركين اللي المفروض يستخدموه مثلا 50,000، دخل عليه مره واحده دخل عليه مثلا 1,000,000، راح واقع على طول. تمام؟ ده معنى كلمه سيرفر. تمام يا شباب، السيرفر ده مش حاجه بتدي نت، ده مجرد كمبيوتر عليه بيانات بتاعت الشبكه اللي انا عاملها. تمام؟ سواء اجهزه كمبيوتر، طابعات، برنترات، اي حاجه. تمام، ده معنى كلمه ايه؟ سيرفر. تالت كومبوننت عندي يا شباب الراوتر. ايه الراوتر ده يا شباب؟ لو انا عندي الكمبيوترات نفسها هي تاني، عندي 5 كمبيوترات، ال5 كمبيوترات دول انا عامل بينهم شبكه. تمام، بحيث كل كمبيوتر يقدر يخش على الداتا اللي على الكمبيوتر التاني. تمام يا شباب، الشبكه دي اسمها ايه؟ الشبكه دي اسمها لان. يعني ايه لان؟ يعني لوكال اريا نتورك. تمام، طب لو انا عايز اوصل الشبكه دي بالنت بعمل ايه؟ بجيب راوتر. لما بجيب راوتر، لما الشبكه دي بتوصل بالنت بيبقى اسمها ايه؟ بيبقى اسمها وان، وايد اريا نتورك. اذا
الكلام ده مع يعني معناه ايه اللي انا استفدته منه؟ ان انا ممكن اعمل شبكه من غير ما يبقى عندي نت، مش لازم عشان اعمل نتورك في مكان يكون عندي نت، انا ممكن عايز اعمل شبكه داخليه لاجهزه الكمبيوتر والطابعات مثلا والاجهزه اللي عندي في المبنى ده، بس مش عايز ايه، مش عايز اوصلها بالنت، فدي برضو اسمها شبكه، لكن اسمها ايه؟ اسمها لان. تمام، الشبكه دي كلها خدتها وصلتها بالنت، جبت لها راوتر ووصلتها بالنت، يبقى اسمها ايه؟ يبقى اسمها وان. تمام يا شباب، ده تالت كومبوننت عندي. خامس حاجه يا شباب، الكابلات. الكابلات لو انت شغال كبر، تمام، يبقى عندك اكتر حاجه مشاعه استخدامها الكات 6. في الكات 6 وكات 6 اي وكات 5 وكات 5 اي. تمام، اكتر حاجه مشاعه استخدامها الايه؟ الكات 6. الكات 6 ده في منه نوعين، في اليو تي بي وفي الاس تي بي، ده الانشيلدد وده ايه؟ الشيلدد. ده اكتر حاجه مستخدمه في الايه؟ في الكبر، لو انا شغال كبر. تمام، لو شغال فايبر الكات 6 ده يا شباب لو همشي اقل من 90 متر، تمام، ده مهم جدا، طول ما انا ماشي اقل من 90 متر يبقى انا ايه؟ شغال بكابلات كبر كات 6. اكتر من 90 متر هشتغل بكابلات فايبر اوبتيك الياف ضوئيه. تمام، الالياف الضوئيه حاجتين، في السنجل مود والايه؟ والمالتي مود. تمام، السنجل مود ده اغلى واسرع في نقل البيانات، تمام، ومسافات اطول، ده معاك لحد 50 وفي لحد 100 كيلو كمان، 100 كيلو متر يمشي معاك. تمام، بس ده بيكون ايه؟ اغلى. في المالتي مود، المالتي مود ده بيكون ارخص وابطا شويه في نقل البيانات وايه؟ ومسافات اقل. مسافات اقل ده بتتكلم في ايه؟ مثلا 500 متر مثلا. تمام يا شباب، يبقى الفايبر عندي سنجل مود ومالتي مود. الكات 6 زي ما قلنا ايه؟ همشي بيه اقل من 90 متر. المالتي السنجل مود زودت على 90 متر هستخدم ايه؟ فايبر اوبتيك. تمام، اغلب المستخدم برضو الفايبر اوبتيك، بتعرف ايه؟ بعدد الكور. اغلب المستخدم الحاجات الشائعه يعني بيستخدم ايه؟ كابل سنجل مود 6 كور. في 2 كور و4 كور و6 كور و8 كور وهكذا، اغلب المستخدم جوه المباني سنجل مود 6 كور. تمام، تمام يا شباب، عندي سادس حاجه السوكت، المخرج بتاعي. لو انا شغال كات 6 بيبقى السوكت بتاعي ار جي 45. تمام، لو شغال فايبر بيبقى السوكت بتاعي فايبر اوبتيك سوكت، ليها سوكت معين، ليها سوكت كده شكل معين، لو عايز سوكت فايبر اوبتيك. تمام، مخرج فايبر اوبتيك، مخرج داتا فايبر اوبتيك. لو كات 6 يبقى ايه؟ ار جي 45. تمام، عندي رقم 7 حاجه اسمها باتش بانل. ايه الباتش بانل دي يا شباب؟ ما هي الا روزيتة التجميع. هي روزيتة مش هتحط، بتحط قبل السويتش او بتحط يعني مع السويتش، لازم اي سويتش يكون معاه باتش بانل، اي سويتش معاه باتش بانل. تمام، كل اللي فيها شويه مخارج بتتغذى من السويتش وبيخرج منها حاجات ايه؟ اللي بتروح تغذي بقى مخارج الداتا والكاميرات والكلام ده كله. تمام يا شباب، ده اللي هي ايه؟ الباتش بانل دي مجرد روزيتة زي ما قلنا. تمام، يعني مثلا ايه عشان خاطر ما تتوهش مني، لو عندك دي كده، ده كده السويتش، ده مثلا كور سويتش، بتلاقي فوقيه كده ايه او معاه اللي هي ايه؟ الباتش بانل دي. تمام يا شباب، مع السويتش دي عباره عن مجموعه مخارج كده، تمام، تتغذى من السويتش او السويتش يغذيها. تمام، وايه؟ ودي تروح مثلا لايه؟ لكاميرا، تروح كده لمخرج داتا، تروح لاي بي تليفون وهكذا. تمام يا شباب، تاسع حاجة باتش كورد. ايه الباتش كورد دي يا شباب؟ الباتش كورد دي اللي هي دي الوصلة، دي الوصلة اللي ما بين الكور سويتش والايه؟ والباتش باند. تمام، الوصلة اللي بين الكور سويتش والباتش باند دي اسمها ايه؟ باتش كورد. تمام، لو انا موصل بينهم في فايبر يبقى ايه؟ دي فايبر اوبتيك باتش كورد. لو موصل بينهم بكابل كبر يبقى دي ايه؟ كبر باتش كورد. تمام يا شباب، الباتش باند نفس الكلام، لو انا شغال فايبر بجيب فايبر اوبتيك باتش بانل، لو شغال كبر بجيب كبر باتش بانل. تمام يا شباب، اخر حاجه عندي تسعه الراك. الراك اللي بحط فيه الكلام ده كله، الراك ده بيكون فيه ايه؟ بيكون فيه الحاجات الاساسيه اللي فيه، السويتش طبعا، تمام، السويتش والباتش بانل بتاعت السويتش. تمام، ماشي يا شباب، بين الباتش بانل والسويتش بيكون في حاجه اسمها ايه؟ منظم الكابلات.
بس ده يعني ما يعتبرش حاجه من الادوات، يعني هو طبعا اساسي لازم يجي معاك لان الكلام بيكون كتير جدا. تمام يا شباب؟ تمام يا شباب، ده مثال بسيط جدا جدا، سنجل لاين دياجرام لمبنى مثلا، شغل الدفع اللي في مبنى. تمام، الكول سويتش في الدور الارضي، معايا فايبر اوبتيك باتش بانل جاي له كابل فايبر اوبتيك من بره اللي انت متفق عليه مع شركه الاتصالات. تمام، الكول سويتش ده طالع بيغذي، طالع بيغذي ايه، الدور الاول والدور الثاني، سويتش ديستريبيوتد سويتش في الدور الاول وسويتش في الدور الثاني، كل واحد ليه الباتش بانل بتاعته. تمام، طالع من هنا بكابل فايبر سنجل مود 6 كور لكل سويتش. تمام، بعدين بين السويتش والباتش بانل دي الباتش كورد، الباتش كورد. تمام، طالع من الباتش بانل مغذي الحاجات اللي رايحه تغذيها في المبنى، مكان داتا كاميرا اي شيء بكابل كات 6. تمام، السويتش عادي بيخش عليه فايبر ويطلع منه كابل كبر، عادي بيخش عليه فايبر ويطلع منه كبر. تمام، فهو يعني داخل له فايبر من تحت وطالع منه كبر مغذي الايه، مخارج الدفع اللي عندي. طبعا انا ماشي بكات 6 طول ما انا ماشي اقل من 90 متر، زودت عن 90 متر بطلع بفايبر. تمام، ده سويتش بتاع مثلا بتاع الدور الاول، كذلك طالع على الدور الثاني كابل فايبر، الباتش كورد اللي ما بين الباتش بان والسويتش، والسويتش خارج مغذي الايه، المخارج اللي عندي. تمام يا شباب، بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه هو ده ايه، هو ده شغل الداتا كله اللي يخصك في المبنى. تمام يا شباب، اتمنى تكون مفيده ان شاء الله، نتقابل في حلقه جديده ان شاء الله في درس جديد. جزاكم الله خيرا، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله. شكرا يا شباب.